ثلاثة قرون مرت ويوم البداية تاريخ يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية. يوم سطر بالأمجاد والبطولات نعتز به ونفتخر بهذا الإرث العريق. استذكاراً لامتداد الدولة السعودية ووفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين. تابعونا في تغطية خاصة ومباشرة مع ضيوف وتقارير يروي لنا القصة كاملة. تغطية خاصة في صباح الخير يا عرب ليوم التأسيس، اليوم 11 بتوقيت السعودية على الـ MBC 1.